Bonjour à tous, أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم رح ناخد ضمائر الملكية لي بخونوم بوسيسيف حين كتير مهمين وكتار شوي لأن رح نميز بيناتهم بين مفرد ومذكر ومجمع ومؤنث فرح ناخدهم مع بعض ناخد أمثلة عليهم لحتى نعرف وين بيجي مطرحهم وكيف فينا نستخدمهم. أول شيء قبل ما نبتدي في عنا عدة ملاحظات. الأولى أن ضمائر الملكية بتستخدم لتحل محل اسم مسبوق بصفة ملكية. إذا متذكرين صفات الملكية اللي ذات شكتيف بوسيسيف بيكون كثير منيح. إذا ما كنتوا متذكرينهم رح أطلقون رابط الدرس اللي أخذناه فيهم بصندوق الوصف مشان تدرسوهم قبل ما تبلشوا هذا الدرس. اللي هن مون تون فو تبعوت المذكر ما تا تبعوت المؤنث والمي والتي تبعوت الجمع. تاني ملاحظة أن ضمائر الملكية بتختلف حسب الاسم سواء كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنث جمع مذكر أو جمع مؤنث. لذلك فكل حالة من حالات ضمير الملكية مع كل ضمير شخصي له أربع معتذر له أربع حالات فينا نقول. وآخر ملاحظة أن ضمائر الملكية بيجي معناتها لملكي أو خاصتي لأنه هي رح تحل محل اسم كامل مع ضمير الملكية تبعه فبصير اسمها مثل ملكي أو خاصتي أو لي. فرح نبتدي مع بعض بلي بخونوم بوسيسيف لأشرح لكم شوي على الجدول. بعرف أنه فكرينه شوي كتير كبير وفيه كتير كلمات بس الفكرة وما فيها أنه أنا قسمت الجدول. أول شيء هون دي بخونوم بيرسونيل مشان نعرف كل بخونوم بوسيسيف مع شو ضمير شخصي مستخدم معه للتسهيل يعني الربط. وتاني شغلة قسمت لي بخونوم بوسيسيف لا ماسكولان سينغولييه اللي هي مذكر مفرد ماسكولان بلوريال مذكر جمع فيمينا سينغولييه مؤنث مفرد فيمينا بلوريال اللي هي مؤنث جمع. مشان نلاحظ كمان الفرق بيناتهم بالكتابة وشو نضاف عليهم بكل حرف يعني الأحرف العفو الأحرف المضاف عليهم كمان لونتهم هيك مشان يسهل عليكم كيف بينكتبوا. فرح نبتدي بأول ضمير يلي هو مع بيجي مع الضمير أنا ج. ف لي بخونوم بوسيسيف بالمسكولان سينغولييه لو ميان le mien, les miens, les miens, la mienne, les miennes, les miennes. مثل ما ملاحظين كمان احنا عم نستخدم معاهم ادوات التعريف. اذا كنتوا مو حضرانين درس لي زارتيكل ديفيني والان ديفيني كمان رح احط لكم اياه بصندوق الوصف مشان تراجعوه وتعرفوا مزبوط الفرق بيناتهم. ف لو ميان لي ميان لا ميان لي ميان هنن هدول بيستخدموا مع ضمير انا مع تو انت او انتي لو تيان le tien, les tiens, les tiens, la tienne, les tiennes, les tiennes. Ma il ou elle, hoa hoa hia, le sien, les siens, les siens. La sienne, les siennes, les siennes. مع nous, نحن, le notre, les nôtres, la nôtre, les nôtres, les nôtres. مثل ما ملاحظين هون صارت الأمور أسهل شوي لأنه النوتر كلياتها بنفس اللفظ ما تغير لفظة بس اللو واللي واللاي اللي تغيروا معنى الأختيكل ديفيني وإضافة الإس للجمع فما في اختلافات يعني.
كبيرة مثل فوق. مع الفو أنتم أو أنت بصيغة الاحترام. Le vôtre, le vôtre, les vôtres, les vôtres, la vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. نفس حالة النوتر, نفس اللفظ, كلهم vôtre, vôtre, vôtre. Il avec S, elle avec S, هم وهن. Le leur, le leur, les leurs. Les leurs, la leur, la leur, les leurs, les leurs. بتمنى الجدول يكون كتير إنه ممكن يكون واضح بالنسبة لكم وسهل أنكم تميزوا بيناتهم واختلاف طريقة الكتابة. الجدول رح تلاقوه على موقع سلينجو, رح حط لكم الرابط بصندوق الوصف مشان كمان تضيفوا لجداولكم إذا حابين تدرسوا وتعملوا اختبارات فيه مشان بس تركزوا طريقة كتابتهم. هلا رح ننتقل للأمثلة لحتى نعرف كيف بنستخدم ضمير الملكية. مثلا المثال الأول عنا c'est mon stylo, c'est mon stylo, هذا قلمي. c'est le mien, c'est le mien, هذا لي أو هذا لإلي أو هذا تبعي من العامية إذا بدنا نقول. فمون ستيلو بما انه هي مفرد مذكر استبدلناها ب لو ميان, سي لو ميان, لانه هي مفرد مذكر سي لو ميان, سي لو ميان. سي تا روب, سي تا روب, هذا فستانك. سي لا تيان, سي لا تيان, هذا لك. لأنه التغب هي مؤنث مفرد فاستبدلناها بالضمير اللي بيناسبها, ضمير الملكية اللي بيناسبها واللي هو لاتين, لاتين. il a apporté ses livres, il a apporté ses livres, هو أحضر كتبه. il a apporté les siens, il a apporté les siens, استبدلنا ses livres بليه سيان لأنه سي ليفر هي جمع مذكر فاستبدلناها بليه سيان. تيجي السيارة هون, هو أحضر خاصته أو ما يملكه أو يعني بهالمعنى. تيجي سي نوتر فواتور, سي نوتر فواتور, سي لا نوتر, c'est la nôtre, هذه سيارتنا. notre voiture استبدلناها ب la nôtre لأنه هي مفرد مؤنث, ومثل ما ملاحظين عم نحكي مع النو, مع الضمير النو. يعني هون notre voiture هي دليل أنه استخدمنا الضمير نو فاستبدلنا notre voiture ب la nôtre, هذه لنا. Votre cahier est avec Pierre. Votre cahier est avec Pierre. عم نخاطب شخص قدامنا أو ممكن يكون مفرد بصيغة الاحترام أو بالجمع. دفتركم مع Pierre أو دفترك مع Pierre. Le vôtre est avec Pierre. Le vôtre est avec Pierre. خاصتك أو بمعنى دفترك مع Pierre. مفرد مذكر استبدلناها ب لو فوتر لأنه هون استخدمناها مع الضمير فو. الفوتر هون هي بدال الأدجكتيف بوسيسيف. فوتر كيه استبدلنا الأدجكتيف بوسيسيف ب برونوم بوسيسيف. ils ont perdu leur sac, ils ont perdu leur sac, لقد فقدوا أضاعوا حقائبهم. ils ont perdu les leurs, ils ont perdu les leurs, لقد فقدوا أو أضاعوا خاصتهم أو ما هو لهم أو حاجياتهم. فينا يعني تستخدم حسب الجملة كيف فينا نفهمها بس بهالمعنى بتجي. ف leur sac مع الضمير إلى بك S
حقائبهم leur sac هي الجمع مذكر فاستخدمنا les leurs وهيك بيكون درس خلص هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. ومثل ما عودتكم على طول حتلاقوا الجدول اللي أخذناه اليوم بموقع سيلينجو ورحط لكم الرابط بصندوق الوصف. بتمنى تدرسوها منيح وتكونوا عم تمشوا معي خطوة خطوة وتكون اللغة الفرنسية صارت قريبة عليكم وعم تبسط شوي شوي. إذا عندكم أي اقتراحات أو أسئلة فيكن تكتبوا ليها بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليهم. وبشوفكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء.